شفته شفته يا وسمية شفته شفتي منه؟ شفت أخوي هشام أخوني هشام شفت أخوي هشام يوم شفته شفت فيه وجه أمي شفت فيه وجه أبوي تذكرت بيتنا اللي بالشامية شفت فيه أخواتي وأخواني شفت فيه بعدنا زين عفية 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 ولا سلم عمرك ايش قال لك ايش قلت لي سولف في كان ودي اني المه كان ودي اني احضنه كان ودي اني المه يا وسمية كان ودي احضنه اشم في ريحة اهلي امي وابوي ريحة فريشنا بس ما ادري ما ادري ايش اللي يعني انا والعان علي والعان على اخوي ثامر ولعنة على ريحتهم بس أخ يا هيا أخ يا هيا ما سويت ما سويت ما سويت ما سويت بس أنت تدرين إني أنا مظلومة تدرين يا بسمي أنا مظلومة أدري ما سويت صدقيني أدري صدقيني أدري إنك مظلومة صدقيني بس أيوه بموت يا بسمي بموت صدقيني أنا مشتاقة لهم وايد الله يسامحهم ما راح أنسى ذاك اليوم هي أختي مظلومة صدقوني هي ما طلعت من البيت مولية كانت قاعدة معاي بس ولا كلمة حاطت شيء محامي عنها ما بسمع عندك ولا كلمة يلا سمعيني عدن إذا سمعتك تكلمينها مرة ثانية ما تلومين إلا نفسك سمعتي؟ اختاريها الحين يا إحنا يا أختك حرام عليكم حرام عليكم زين أنا بختار اختاري متى بين؟ بس ما تطقوني أنا بأختار أختي هي أختك هيا؟ إيه أبي أختي هيا وما ندمت إني أنا اخترتك لأني أدري إنك مظلومة وسمية ساعديني خلينا ندور بيت أخواننا ونروح لهم يمكن يتغير الحال نقول لهم إن إحنا غلطنا آسفين يمكن نقدر عليهم عمر وأخواننا ما راح يسامحونا لأنهم للحين يشوفونك هي الغلطانة يلا رحت وسكروا بيبانهم وبيي حتى ثامر أخوي من كذا ما كنت أروح لغير بيته هو هشام ما عنده بيت والحين مع عياله متخصبقين من بيت لبيت إيش تبي نسوي؟ أنا قولي لي شو أسوي إذا نظرتهم كذي علي قولي لي شنو الدبرة صوت الله أبرك أنا السبب اللي صار هذا كله لا تقولي كذي أنا السبب بس ربي أعلم إني أنا مظلومة متى ما أصرخ وأقول إني مظلوم متى ما أصرخ وأقول يا رب إني مظلوم يا ربي مظلومة